عمانية ينضم إلينا من هناك مراسلنا شيار محمد ليطلعنا على آخر مستجدات جائحة كورونا. نعم شيار، مساء الخير. إبراهيم، مساء الخير عليك. ديما، مساء الخير. مساء الخير على الجميع. طبعا يعني السليمانية ما تزال حتى هذه اللحظة مستمرة بتسجيل حالات الإصابة والوفيات وأيضا التعافي من فيروس كورونا. يعني خلال ال 24 ساعة الماضية سجلت السليمانية 121 حالة إصابة و81 داخل مركز المدينة، ليصبح العدد الكلي للإصابات منذ بداية الموجة الثانية أيار الماضي وحتى هذه اللحظة 7672 حالة إصابة بفيروس كورونا. إن قارنا حالات ال 24 ساعة الماضية خلال الأسبوع الماضي تعتبر مرتفعة، يعني خلال الأسبوع الماضي سجلت حالات أقل بإصابة بفيروس كورونا، لكن يبدو اليوم مرة أخرى قفز الخط البياني لعداد الإصابات يرتفع إن قارناه، هذا مقارنة بالأسبوع الماضي. يعني نأمل أن يعني أن تكون النتائج أفضل من ذلك خلال الأيام المقبلة وتسجل السليمانية إصابات أقل. يعني هناك تفاؤل من صحة السليمانية أن الأمور تذهب نحو الأفضل. يعني خلال أيضا ال 24 ساعة الماضية سجلت السليمانية 7 حالات وفيات، 6 داخل مركز مدينة السليمانية وواحدة في إدارة جرميان، يصبح العدد الكلي منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا إلى 352 حالة وفاة. إضافة إلى ذلك وبالتزامن معها سجلت حالات تماثل للشفاء وتعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت حدود محافظة السليمانية 16 حالة شفاء من فيروس كورونا، يعني ليصبح العدد الكلي يعني حالات التعافي والتماثل إلى الشفاء منذ بداية الموجة الثانية وحتى الآن إلى 3531 حالة شفاء، وهو تقريبا نصف العدد المصابين الذي يبلغ 7672 حالة إصابة بفيروس كورونا. يعني خلال ال 24 ساعة الماضية هناك يعني التفاؤل كما قلت من صحة السليمانية، تحدثت إن شاء الله أن الأمور قد تذهب إلى الأفضل، لكن على المواطنين كالعادة يعني هو الرسالة المعروفة، يجب أن يتم التزام بالتعليمات الصحية. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن مقبلين على الأعياد أو عيد الأضحى إبراهيم وريم ديما. نعم يعني شيار، عيد الأضحى شيار كنت أود أن أسألك، يعني دون الاحتفال به هذا العيد شيار، عفوا شيار، كنت أود أن أسألك كيف تبدو أجواء السليمانية في ظل الظروف الصحية الحالية مع اقتراب من عيد الأضحى المبارك؟ نعم، بالنسبة لحركة السوق التجارية حركة ضعيفة جدا، يعني نعم. بحسب استطلاع لزاكروس العربية داخل السوق، يعني هناك مشكلة في توزيع الرواتب كما عرفنا سابقا، يعني خلال الفترة الماضية التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وجائحة كورونا كان لها حمل ثقيل على المواطنين في مدينة السليمانية، يعني حركة تجارية منخفضة أو قليلة مقارنة بالمناسبات الأخرى، وقارنة حتى في الأيام العادية هناك حركة تجارية قليلة، وذلك بحسب تصريح التجار وأصحاب المحال داخل السوق المركزي في مدينة السليمانية. بالنسبة أيضا يعني موضوع عيد الأضحى، يعني خلية الأزمة قالت أنها ستجتمع وستصدر تعليمات جديدة بالنسبة للاحتفال يعني عيد الأضحى. هل سيكون هناك أضاحي كما جرت العادة؟ هل سيكون هناك مثلا زيارة إلى المقابر كما حدثت في الأعياد العام الماضي؟ أو سيكون هناك إغلاق تام كما حدث في عيد الفطر الماضي؟ إضافة إلى ذلك هناك بحث هنا لإعادة فتح المساجد داخل مدينة السليمانية، يعني أن ستعود إلى فتح أبوابها أمام المصلين أم لا. يعني مصادر من داخل وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف في السليمانية تحدثت لزاكروس العربية بشكل خاص، قالت أن يعني المساجد قد تفتح أبوابها يوم السبت المقبل، يعني بعد يومين من الآن، لكن بشروط صحية مشددة. إضافة إلى ذلك لن يكون هناك صلاة جمعة، لن يكون هناك صلاة عيد في حال تم فتح أبواب المساجد، وقررت خلية الأزمة برئاسة رئيس يعني الخلية وأيضا محافظة السليمانية الدكتور هفال أبو بكر. نحن بانتظار ما سيصدر عن خلية الأزمة خلال اليومين المقبلين بالنسبة للتحضيرات العيد الأضحى وأيضا بالنسبة لل
قرار فتح المساجد، وخاصة بعد تفويض وزارة الداخلية في إقليم كردستان محافظات إقليم كردستان يعني أن تقوم بإصدار قرارات وفقا لظروفها الخاصة. هذا أيضا أما بالنسبة يعني كما تحدثت سابقا الحركة التجارية هنا منخفضة في مدينة السليمانية، يعني كان لها تأثيرات كبيرة وثقيلة جدا على المواطنين، تداعيات جائحة كورونا وخاصة من الناحية الاقتصادية والمعيشية. نعم إبراهيم وديما. نعم مراسلنا شيار محمد كنت معنا على الهواء مباشرة من السليمانية، شكرا لهذه الإحاطة.